سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. اليوم حندير لكم درس قوة في طريقة تشكيل كرات بالشوكولا بكل ألوانها وبكل أحجامها لتزيين الكيكات. صدقوني البنات، عندي كيكة حنخدمها بكرات الشوكولا. رحت نشري هكا العفايس للشانتيي اكسيتيرا، المستلزمات الكيكه ديالي. شفت هاد الكرات الشوكولا، يعني الثمن تاعهم يا الله، يعني ما في فين ساشي هكذا، وقعت 4 ولا 5، وقعت 30 ألف، 35 ألف، وهي طريقة جد سهلة. يعني أنا شكفة نشوف حاجة نتفكر نحب نديرها لكم وننقص عليكم المصاريف، وتفرحوا وتخدموا الطلبيات ولا لولادكم ولا لأمهاتكم ولا لأبائكم اكسيتيرا. ألا على بركة الله البنات، حنوري لكم كيفية تشكيل كرات هذوك لي بول البنات اللي نواسوا بهم لي كيك ديزاين. تبعوا لا فيديو حتى النهاية تفهموا واش راني ندير. الوغ على بركة الله عندنا مقادير يعني مضبوطة. الوغ هادو هما لي بول لي مول سيليكون اللي خدمت معاكم لي بوب سكيت. هادو هما اللي درت بهم لا ديكوراسيون فوق هذاك صابلي بريستيج اللي درت له هنايا المكسرات اكسيتيرا. شوفوا هادو هما حنخدم بهم كرات صغيرة، هادوما حنخدم كرات فوق الصغيرة. تحبوا ديروا كرات كبيرة خيروا لي مول شوية كبار، كاين أنواع عدة. ما حبيتش نجبد السلة تاعي، لو كان جبد السلة تاعي كارثة، ندخل داخل ما نخرجش كامل. ألوغ أنا حنخدم بهادوما. ألوغ نخلي لي مول تاعي أكوتي. هنا عندي شوكولا بيضاء، عندي شوكولا حندير كرات اللون الأبيض، حندير كرات نوع اخر. دوبت شوكولا دادا بالحليب ودرت لها في حمام مائي ولا ميكرووند، ودرت لها مغرفه زيت. الشوكولا البيضاء كذلك، وهنا ثاني كذلك شوكولا بيضاء. الوغ عندي لي بانسو، عندي ناكري برونز، عندي ناكري دوري، وعندي بلون دوري. دوك تفهموا البنات، والكولورون تاع الشوكولا ما عنديش، حنواسي اللون الازرق فريكتا. البنات الكيكه تاعي حندير لها كالكو بول تاع اللون الازرق، لان الكيكه تاعي زرقاء. فوالا ندير كميه ونبدا نخلط حتى نتحصل على اللون اللي نحبه، اللون الازرق. فوالا اني ضفت الشوكولا اللون كولورون بلو. شوفوا تحصلت على هذا اللون، مازالني مستمره في التخليط. فوالا هذا هو اللون اللي كنت حابه نلحق له بلو سيال. فوالا نحكم هذوما لي بول تاعي البنات. عندي ناكري دوري بلون، شوفوا البنات باش تجينا يجينا هذاك البريق، ندخل بانسو وندير الناكري دوري بلون فوق لداخل في هذيك في المول السيليكون، باش كي نحو الكره تاعي يجينا هذاك اللمعان هذاك البريق. البنات هذه استوس، يعني حتى في الورشات ما تصيبوهاش. فوالا تاع الكيك ديزاين. ادعوا لي البنات، ادعوي الخير. انا بالتقريب حنواسي 3 كرات هكذايا، نواسي بهم ديكوري بهم الكيكه تاعي. شوفوا لابريونس. فوالا انا درت بزاف، نقص بنسول فدلي بزاف. فوالا لا باس. تحبوا البنات تفرغوا الشوكولا، تحبوا تفرغوا ديجا جمدت لي لا كليمه مشعوله، تحبوا تفرغوا الشوكولا وتقلبوها فوق ورق الزبده، تحبوا تخدموا هكذا كيما اني نخدم انايا. شوفوا نعمل البانسو، ندير الشوكولا، شوف هكذا كيما عودتكم. لا كليم ديما تمتم جمدت لي الشوكولا تاعي، نحاول نوصل الشوكولا حتى الحواف المول تاعي. شوفوا البنات نحاول نوصل الشوكولا حتى الحواف تاعي حتى الفوق. ان شاء الله الطريقه راهي واضحه. ومن
باكلة كي نحوهم لا قاعدة هادوك لي ديفو صغار بلا ناكخي، نعاودو نديرو الناكخي من الفوق. هادي اسهل طريقة. نروح ندوب الشوكولا اي جمدت لي. فوالا اليوم الحمد لله راهي شوية البرودة، حتى لا كليما يتخدم مليح. هاد 3 ايام اللي فاتوا يا الله المستعان، نحكي لكم سكتوا برك، المبرجه مقروط اللوز لي كوموند، طبت طبت على بالكم طبت، الله المستعان. لا اني دوبت الشوكولا، شوفوا هكا تجي اسهل مقبلات جمدت لي. ندير الطبقه الاولى كيما مالفين نخدمو لي غاتو بريستيج او الشوكولا. هاد التقنيه البنات تاع الناكخي تقدروا ديروها في اي نوع تعمول السيليكون. فوالا البنات بويسك راهي شغل البرودة هنا في طاولة العمل، لا كليما يمشيو للبنات بلا ما ندخلها للتلاجة الكونجيلاتور، نحطها اكوتي لو طون تجبد لنا شوية ونولو ليها، ضروري نديرو الطبقة الثانية ولا كانت سخانة بزاف ندخلوها للمجمد. اللون الازرق انا درت 1 2 3 باسكو كل نصف دائره حنجمعهم باش تشكلنا كره، انا درت 3 كرات لاني محتاجتهم هنايا. دوك البنات حنواسي لون البرونز. فوالا اللون البرونز يخرج على الشوكولا، شوكولا بالحليب. حندير كميه في البانسو. فوالا شوفوا البنات نديرها هنا، هذه الطريقه الصحيحه للكرات لتزيين الكيك. فوالا ندير كميه من ناكخي، خيروا النوعيه الجيده. فوالا نحكم الشوكولا بالحليب بالبنسو البنات نفس الطريقة. ندير طبقة من الشوكولا، البنسو تاعي ما حتى الشوكولا هذه راهي جمدت. فوالا ندير طبقة من الشوكولا، الطبقة الأولى شوفوا البنات مع الأول البنسو يلصق في الناكخي، لكن بعدين عادي. فوالا انا درت الطبقه الاولى، انا درت طبقه من الشوكولا فوق اللون البرونز. الشوكولا الزرقاء راهي مازال ما جمدت لي شويه. دوكا البنات كرات بيضاء حنواسيها بالملمع هدايا ناكخي بلون دوري. حنعطيكم بخسك جميع شوفوا شحال شباب مالفا نخدم معاكم بهاد ناكخي دوري بلون دوري عفوا. هما كي تشوفوه ابيض. فوالا ندير 2 كرات، لازم يكون عندكم لي بانسو. هنا حندير الشوكولا البيضاء، حندير الشوكولا البيضاء بدون إضافة بدون لون فوق ناكخي بلون دوري. يجونا كرات بيضاء وفيهم هديك لابغيونس. فوالا درت 2 كرات فقط. شوفوا البنات البلو درت بلون دوري من تحت، البرونز درت البرونز ودرت شوكولا بالحليب، البيضاء درت بلون دوري بالشوكولا بيضاء. دوكا حنواسي الدوري، الدوري هو ناكخي دوري اللي مالفا نخدم به.
فوالا حندير تاني كذلك، شوفوا حندير لداخل اللون الذهبي. شوفوا البنات جامي تشرو الحاجه وتندموا عليها، جامي تشومو ولا عفسه هكذا تاع تخدموا بها تندموا عليها، تقولي نخدم بها خطره، نو تخدمي بها خطره زوج يجوك تزيدي. شوفوا هادو تاع لي بوبس كيك انا نخدموا بهم هادو مال الكرات تاع الاخر، ما تعرفي هادي دنيا تحلي ورشه تعودي تقري تعودي تعلمي ما تعرفي، يعني هادوك لي مول تصيبيهم تعلمي بناتك تعلمي حبابك وعلاش لا. نقص الدوغي درت بزاف، اذان المغرب ربي يتقبل ان شاء الله الصلاه وقيام الجميع. بالطريقه حندير الشوكولا، الشوكولا بالحليب فوق الدوغي بطون وسينا الاخر، هذيك البلو راهم نشفولي، حنزيد طبقه ثانيه، طبقه ثانيه فقط لا زياده ولا نقصان، طبقه ثانيه باش كي نحوهم ما يتكسروناش. فوالا بنفس الطريقه، وبنفس الطريقه نزيد البلون نزيد الناكري نزيد الدوغي ونزيد البرونز. الطبقه الثانيه ضروري البنات ضروري نحطوهم في كونجيلاتور في المجمد يتجمدوا مليح. فوالا شوفوا الالوان اللي درتهم هادو هما، نحطهم في المجمد بنفس الطريقه البنات، نواسو هذوك الكرات الصغار كامل بنفس الطريقه، حنواسي بلون دوغي في اللون الازرق واللون الابيض، وندير ناكري برونز في شوكولا بالحليب، وندير ناكري دوغي في شوكولا بالحليب باش يجونا الالوان شابين. هادوما كرات صغار كيما راكو تشوفوا، شوفوا كي نديرو ناكري بزاف نمشو من هذا لهذا. فوالا ناكري بلون دوغي يطاير يطاير كي نخدم به الحلويات ولا الكيكات ولا هاد هاد عبالكم لحمي يولي كاع دوغي. ندير اللون الازرق، ندير طبقه الاولى لو طون ماكنو، ندير طبقه اولى اللون ابيض لو طون نول نكمل اللون الابيض نصيب الازرق نشف لي نزيد الطبقه الثانيه. فوالا ندوز تدوب الشوكولا شاك فوا تجمد لنا. نكمل البنات، درت البرونز ناكري برونز واني ندير في شوكولا بالحليب. يدو لي البنات الشوكولا كرات الشوكولا تاعي، وجدت هاد كابي ماكارون ولا كابي كويسون نبداو نحو بسم الله نمسح يدي. شوفوا البنات نبداو نحيو نديمو ليو بسم الله، شوفوا نصف كره ان شاء الله راكم تشوفوا بناكري بلون كيفاش خرجت لي بسم الله. نزيد نحي وحده بالعقل بالسياسه لانها طبقه رقيقه، نحاول ما نمش من الفوق. شوفوا البلون البلون كيفاش خرج لي فوالا لابريونس بسم الله، نحو بشويه هكذايا نحو لي كوتي قبل نترتقوهم ومن بعد تخرج فاسيلمون. شوفوا لا بريونس اللي فيها ان شاء الله راكو تشوفوا. فوالا يعني نحيت البلون نزيد البلو، نحاول نحي بالعقل دائما نديرو بزياده لا تكسرت لنا يعني لا باس. فوالا شوفوا لا بريونس اللي فيها بالبلون دوري، شوفوا البلو كيفاش خرج لي لا بريونس. فوالا نزيد نحي معكم وحده بلو بسم الله. فوالا اي بدات تبان النتيجه البنات، ما تقوليش هذا البلو ماشي شباب باسكو شباب بزاف.
فوالا خاطر على بالي كاين متتبعات يحكموا قبل ما تكون يكون بسم الله قبل ما يكون الشكل النهائي. انا نحيت البلو فوالا بكل سهوله، انا ماشي كيما مرفه نخدم معكم في الفيديو بالعقل هكذا، نو انا رابيد. فوالا دوكا نحي هاد الشوكولا بالحليب، شوفوا الدوغي كيفاش خرجوا، قلت لكم يخرجوا دي طاش لا باس، نتوما على ديك نسقموهم بالبانسو. شوفوا الدوغي كاش خرجت شحال شابه، نزيد نتلتق هاديه، شوفوا شحال شابه. لا 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 يعني هاد لاستوس هاديه شغل براتيك على كي نكملوا بالبانسو ومن بعد تدوب الشوكولا في يدينا مع السخانه اكسيتيرا. او حبطت شويه هنايا، دوك نترتقوا هاديه، نحاول منا فوالا. هادي برونز، شوفوا البرونز كاش خرجت، هادي دوغي وهادي برونز فوالا. بهادوما بنصف كرات هادوما حنشوفو يتكسرت لي شويه فوالا، نحاول مازال ما جمدتليش وانا نحي فوالا. شوفوا البرونز، اني دي موليت نصف كرات حجم كبير، دوكا نحاول نمسح يدي، نحاول نديمولي نصف كرات هادوك صغار بسم الله فوالا. شوفوا البلو، نحي نحاول نحي الزوائد. دوك نوري لكم الطريقه كيفاش كيفاش نلصقوا الكرات تاعنا. نحي هاد الزوائد فوالا، شوفوا البلو شحال شباب، نحاول نزيد اللون الابيض فوالا. شوفوا الكرات باللون الابيض، كرات كيفاش خرجت لا بريونس بناكري ناكري بلون دوري. شوفوا البرونز، نحي الزوائد، شوفوا البرونز كاش خرج لي بنفس الطريقة. نحي الكرات تاعي كامل ونولي لكم. دي موليت ليبول تاعي البنات، عندي مقلاة سخنتها في الفرن عادي، سخنتها حطيتها فوق النار ابتي فو، نار قليلة سخنتها راهي سخونة، بالك وتحرقوا روحكم. نحكم البنات لي دو بول هادوما، شوفوا نمشيها شوية، نمشي خطها ونلصق، نتحصل على كرة، على كرة كرة الشوكولا لتزيين الكيكات كما راكو تشوفوا البنات. نزيد نخدم معكم وحبة في البلون، واحدة في اللون الأبيض. شوفوا البنات نحكها أبان فوق المقلة سخونة، دوب لنا شويه ونلصقوها. هذوك الزوائد اللي دابوا البنات لصقوا فيهم، وبالتالي هادو هما الكرات تاعي. شوفوا لي بول تاعي لتزيين الكيكات. لصق وحدها في البرونز، المقله اي سخونه فوالا، ولصق هكذايا. شوفوا جاو نفس المستوى فوالا، يشوفوا الكرة برونز ديالي. نلصق في الدوغي، شوفوا الصغيورين هادوك، هادي مواسية، ندوبها شوية البنات ونلصقها. هادي الكرة، الكرة تاعي كرة الشوكولا الصغيرة حجم صغير. نزيد معكم البلو بنفس الطريقة البنات، لصق كامل الكرات فوالا فوالا. شوفوا الكرات لتزيين الكيكات، نكمل لصقهم البنات ونولي لكم.
الكرات البنات اللي نديروهم لتزيين الكيكات تصيبوهم في المحلات بائع مستلزمات الحلويات، لكن ما تصيبوش بحجم كبير، تصيبوهم بحجم صغير. شوفوهم البنات هاد الكرات نزينوا بهم الكيكات. كاين دي غوتوش البنات، شوفوا اكيد بيان سور مول سيليكون كونجيلاتور، كاين دي غوتوش حنلقليوهم فوالا، سورتو ملصقنا بالشوكولا. نحكم الكره البرونز فوالا البنات، وندير لها ناكخي، نحاول ندير لها ناكخي وين غلقت، لكن غابيد البنات وين كاين شغل انطاش هكذايا، نعاود نغلقها. فوالا شوفوا لابريونس كيفاش جات. فوالا نكمل البرونز تاعي كامل، شوفوا خاصة وين غلقت بالشوشو هذه تكسرت لي، ما نرميهاش، لكن كي نديرها فوق الكيكة تتغطى، يتغطى هذاك التور. فوالا شوفوا كاش اللمعان تاعهم كيفاش. فوالا نغلقهم كامل، شوفوا الكرة تاعي كاش جات. الكرات تاعي كامل ندير لها الناكخي، شوفوا هادية جات سوا سوا. فوالا شوفوا الكرة تاعي تاع الشوكولا، نغلق البرونز بنفس الطريقة، نزيد البلوندوري. فوالا ولا البنسو تاع البلوندوري هذاك هو. كم الكره تاعي نحاول ندير لها لو بلون دوري، شوفوا البريق راهو يجي في الـ في الـ في الكره تاعي. فوالا بنفس الطريقه نكمل الكرات كامل، غير ندير لها ناكري دوري اكسيتيرا. شوفوا البلو كان يزيد لها كيفاش، يعني لو كان ما درناش في المول سيليكون تلقاو صعوبه، تلقاو صعوبه، يعني هادو لي غوتوش برك. نكمل بالدوري ونولي ليكم. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الكرات الشوكولا لتزيين الكيكات. ان شاء الله البنات عجبتكم الفكره، وغدوه ان شاء الله نخدموا الكيكه مع بعض وتشوفوا كيفاش نلصقوهم فوق الكيكات. البنات ما تقيدوش بالالوان، انا الكيكه تاعي تسحق هاد الالوان، تقدروا توسوا اللون البنفسجي، تقدروا لون الشوكولا، اي لون، الغوز الغوج، اي لون حسب الكيكه، وديكوريو بها الكيكه تاعكم. هادو هما لي بول البنات تاع الشوكولا. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر. شوفوا البنات كاش جاو، شوفوا الصغار البلو كيفاش جاو، كرات الشوكولا اللي تباعوا بتأتمان باهضة. تاني كاين نخدمو تانيك في الكيك ديزاين هكذا، كرات في النيل فوالا هكذايا، ونغلفوهم بعجينة السكر. ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرني ونعطيكم ندير لكم هاد لاستيس. شكرا على المتابعة البنات. هادوما نخدموهم دائما شغل ليلة قبل ما نخدمو الكيكة تاعنا. فوالا شوفوا شحال شابين الكرات من الأصغر إلى الأكبر، وتقدروا تصغروا الحجم ولا تكبروا الحجم كيما تحبوا. هادو هما لي ناكخي اللي خدمت بهم معاكم. شاك فوا تقولوا لي وروا لي، صبروا البنات. سلام البنات.